مرحبا. صورة بالأبيض والأسود انتشرت بعد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم ناشروها أنها بتعود لتشارلز الأمير بشبابه والراقصة المصرية سامية جمال. لكن هالأمر مش دقيق، فالبحث العكسي عن الصورة بياخدنا لمجموعة صور للأمير تشارلز مع فرقة من السيدات على المسرح، وبيتبين بعد البحث أن الصورة المنتشرة مجتزأة من صورة أوضح لتشارلز الأمير على المسرح مع فرقة The Three Degrees الأمريكية خلال حفل خيري لجمع التبرعات عام 78. وبحسب أرشيف موقع جاتي للصور اللي بتعود الصور الأصلية لإله، الصبية الظاهرة هي المغنية هيلين سكوت إحدى أعضاء الفرقة الأمريكية، وهيدي منا المرة الأولى اللي بيتم فيها التداول بهالصورة المجتزأة ونشرها على أن لسامية جمال مع الأمير تشارلز. فبعام 2022 نشر أحد الأطباء المصريين الصورة على تويتر، ولكن بعد تعديلها بالألوان، وقال: عندما أعرض هذه الصورة على أي شخص من جيلي بمصر يسألون من هو الشاب مع سامية جمال، ويوم دققت وكالة الصحافة الفرنسية بالصورة وأكدت أنه اللي موجود فيها من الرائصة المصرية سامية جمال بل مغنية أمريكية مع الملك تشارلز. هل تنكرت ميغان ميركل زوجة الأمير هاري بحفل تتويج الملك تشارلز الثالث؟ خلونا نشوف هالفيديو. انتشر هالمقطع من حفل تتويج الملك تشارلز على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح عدد كبير من الناشطين السؤال حول من يكون الشخص اللي ركزت عليه عدسات الكاميرا، وقام البعض بالتداول بصورة الرجل اللي شعره أبيض ولابس نظارات وعنده شاربين، وقالوا أنه هالشخص اللي ظهر بعدسات المصورين خلال الحفل هو زوجة الأمير هاري ولكن متنكرة. وعلى الرغم من عدم وجود أي وجه للترابط أو للشبه بين صورة ميغان زوجة هاري والشخص الظاهر بالصورة، إلا أنه انتشرت هالخبرية بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل البريطانيين والبعض صدقها. لكن طبعا هالخبر مش دقيق، وزوجة الأمير هاري لم تحضر حفل التتويج وبقيت بكاليفورنيا إلى جانب أولادها. والشخص اللي تم التداول بصورته هو كارل جينكنز، موسيقار وملحن بريطاني مشهور عزفت مؤلفاته خلال حفل التتويج. مع هالخبر بنكون وصلنا لختام فقرة مش دقيق.